بدنا نرحب بحضور ضيفنا قدس الأب مالك بوطانوس الرئيس العام السابق لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. أبونا العام أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بتغيب أسبوع بترجع لعنا تنرجع نكمل نحن وياك. الفترة فيش كتير غياب. ما في كتير غياب يعني نشكر الله هيك تنغتني من ثقافة روحية حتى نحن اليوم كمؤمنين ملتزمين نعرف كيف عم نعيش إيماننا. هذا اللاهوت المعاش أكيد بدنا نعرف كلمة الله من وين نابعة. هذا الكتاب المقدس اللي هو دستور ونهج حياة لكل حدا منا ملزمين كمسيحيين. إنما نحن بعيشنا اليوم هيك مرحرحين شوي، مش هالقد بالتزامنا، حريصين على كلمة الله اللي تعتبر اليوم نور وحياة لألنا. معك بدنا نضوي بخلال أسبوع الكتاب المقدس على كلمة الله تنحبها أكثر تنعشها أكثر ونصير هيك متحدين فيها. صباح الخير للجميع. طبعا البابا فرانسيس أدخل من كم سنة ثالث أحد بكانون الثاني سمي أحد كلمة الرب، وبيقول خلينا بالكنائس نضوي للناس أكتر ونقلهم ونشرح شو هي كلمة الله. وفي سنة البابا بنديكتوس عمل سنة الكتاب المقدس، وقتها توزع على البيوت ونباع بأسعار كتير زهيدة بكل الأبرشيات. هيدا أكيد نحن اليوم كمسيحيين مش أهل كتاب، نحن أهل كلمة. نعم. كلمة الله. وبيقلنا أشعيا الكلمة اللي بيرجع بيخدها مربطرس برسالته الأولى، كلمة الرب تبقى إلى الأبد. وبالواقع نحن إنجيل يوحنا بيبلش بأن في البدء كان الكلمة، إلهنا هو الكلمة، الكلمة اللي صار جسدا، إلهنا إله يتكلم. بدي ضوي هيك على إرشادين رسوليين، إرشاد للبابا بنديكتوس بسنة 2010 اسمه كلمة الرب، وإرشاد البابا فرانسيس فرح الإنجيل كمان يلي يحملنا إياهن. أنا بدي أقول، والبارح بعظة يوم الأحد يلي كان بابا أعلن فيه سنة 2024 سنة الصلاة، بلكي بنحكي عنها بأسبوع القادم، كمان احتفل بأحد كلمة الرب. قال بدي أطلب طلب واحد بس من المسيحيين، يا ريت كل واحد بيحط شي إنجيل معه، بينزله على التليفون تبعه وبيحطه بجيبته، بيرجع له كل يوم بقلب هالوعظة. بيقول بابا فرانسيس اليوم يلي متلاني دينينا من كلمات يمكن أيام كتيرة تنقل العنف على وسائل التواصل أو بتنقل الأشياء البشعة، هيدي الكلمة بتعطينا فرح وسلام ورجاء وبتبشرنا بالخير. بيقول هيدي الكلمة يلي أوحت لجميع القديسين. مار أنطونيوس بعدنا كنا عم نعيد له، سمع كلمة الله، روح ترك كل شيء، ترك كل شيء ومشي. غيره من القديسين يلي تغيرت كل حياتهم بسبب كلمة الله. بيقول يا ريت عطول دايما واحد بيكون عنده الإنجيل بين إيديه. وبالآخر بيختم بيقول إعلان الإنجيل منه وقت ضايع، اللي بشغله، اللي ببيته، اللي بين الناس، مع الناس بيخبرهم أو بيقرأ لهم شيء من كلمة الله، أو شي مرة بيقطع كلام الله، مش عم بيضيع وقت، بالعكس هيدا وقت متلين أكتر انتانس هيك بحضور الله. خليني أنا أتوقف هيك على نقطتين كبار، مفاعيل كلمة الله وش كيف نقرأ كلمة الله. ثلاث مفاعيل بتعملها كلمة الله. كلمة الله أولا بتغيرنا، اللي بيقرأ كلمة الله بتتغير فيه، بتدعي لنوع من التوبة، نوع من الارتداد، من تغيير حياة. البابا فرانسيس بيحكي بهذا فرح الإنجيل، بيقول مني أنا البابا لأصغر مؤمن هيدي الكلمة، هيدا الإنجيل لازم يغيرنا حياتنا. إذا أنا عم بقرأ الإنجيل وبعد حياتي مثل ما هي يعني، أو أنا قديس معناتها حياتي جام طابقة، أو أنا بعد ما استفدت من الإنجيل. في فيلسوف نمساوي كان يقول j'écoute donc je deviens، تجاوبا مع ديكارت جملته الشهيرة أفكر إذا أنا موجود، أصغي إذا أتحول أتغير. كلمة الله تتحولنا تتغيرنا بحياتنا، مش هيك بنقراها كل يوم نتأمل فيها نتوقف عندها حتى تخليني أنا فكر حياتي كيف تسلك حسب هالكلمة هيدي. تاني مفعول بتعمله كلمة الله، كلمة الله بتنقينا.
بتنقيلي قلبي، بتنقيلي ضميري، بتنقيلي أفكاري. سمعت مرة خبرية مهضومة كتير بدي خبرها هل على الهوى. الولد صغير عم بيلعب تسلى بالبيت ومعه جده قاعد، جده فاتح الكتاب المقدس وعم بيقرأ. اجا الولد هيك ابن 8-9 سنين قال له لجده، جده شو عم تقرأ؟ بده يتسلى الولد. قال له عم بقرأ بالكتاب المقدس. قال له خبرني شو قريت. قال له ما بعرف كان جدي شو، أنا عرفت شو قريت. صار الولد ينمر على جده ويضحك إنه بتقرأ وما بتفهم، كيف هيدا إنه بتقرأ ما بتفهم؟ قام الجد سكر الكتاب وإجا يلعب هو والولد. قال له روح يا جده خد هيدي السلة اللي منجيب فيها حطب على الشميني، روح عبيها مي بالمطبخ وطعا تنظف أنا وياك هالأوضة اللي نحنا فيها. راح الصبي عبي السلة مي، ما يلحق يوصل على الأوضة تفضى من المي. قال له جده ما عليه، روح مرة تاني. راح مرة تاني، راح مرة تالتة، يجي تفضى المي. بالآخر أخذ جد السلة قال له ليك يا جده هيدي السلة ما حفظت المي، بس ليك كيف صارت نظيفة نقية، وأنا ما حفظت شو عم بقرأ، بس نفسي من جوا قلبي صار نقي. كلمة الله هيك يمكن أيام كتير بكون عم نقرأ ونتابع، بس بتهيأنا أيام كأن أول مرة عم نرجع نقرأ الكتاب المقدس، بس هالكلمة لما بنقرأها نحن وعم نقرأها بتفعل هالمفعول فينا، بتنقينا بقلبنا بنوايانا بفكرنا بطريقة منطقنا كل هالأشياء. وتالت شيء كلمة الله أكيد تعطينا سلام، سلام بالداخل، تعطينا راحة. في لاهوتي فرنسي كزافيي تيفنو عنده هيك منص مهضوم كتير اسمه محبة الكتب. بيقول يلي بيقروا بيحبوا الكتب بيكتشفوا تلات أنواع من الكتب. أول نوع بسميهم هيك اللي ليفر بوف، بكتبها هيك بوف، أيام نقرأ كتاب نقرأ مصير بدنا نكمل ونسرع فيه، بالآخر بناخده بوف بنكبه، مش هو الكتاب مش منيح، بس يمكن منه أنا الشيء الانتريه اللي عندي اللي أنا عم فتش عليه. تاني نوع من الكتب بسميهم الليفر هم، بقرأ الكتاب بتسطر تحت جملة، بطوي صفحة، بنقل منه شيء عجبني شيء فيه. وتالت نوع من الكتب بسميهم الليفر هذا الكتاب هيك بقرأ بقول رح خليه حتى عندي، مش رح رده على المكتب، رح اشتري لي شي 20 نسخة لأعز الناس أعطيهم ياهن، لأنه هذا الكتاب عطاني هيك فرح سلام بداخلي. من هالكتب هيدي أكيد الكتاب المقدس، لما بنقرأ كلمة الله بتعطينا سلام فرح بداخلنا. في جملة مشهورة كتير بالإنجيل ودايما كنا نقولها بالكنيسة قبل المناولة، هي الجملة يلي قالها قائد المئة يلي كان عنده خادم خدمه كتير وعزيز كتير عليه وأشرف على الموت مرض، بعت ورا يسوع المسيح، بعت لعنده حدا من العسكر انه قل له خلي يجي انه عندي الخادم مريض. بقى يسوع لما عرف قال له هلأ بجي، ببعت له خبر بقول له لا تزعجه بقى المعلم مات الخادم. اجا يسوع قال له قائد المئة لست أهلا أن تدخل سقف بيتي، لكن قل كلمة واحدة فيبرأ خادمي. لكن قل كلمة واحدة، مش هيك نحن بنقول خلي ربنا يقول هالكلمة، هيدي كلمة واحدة من عند ربنا تعطينا كل الفرح، بتغير كل حياتنا، بتنقي كل قلبنا. يعني هالكلمة اليوم نبع حياة، وقدي نحن عارفين نشرب من هذا النبع. وركزت على قضية القراءة وتكرار القراءات، قراءتنا للكتاب المقدس منتنقى من دون ما نشعر، وهيدي شغلة يمكن ما منكون متأملين فيها بحياتنا اليوم وما عم نفكر فيها أبونا. هلا في أيام بيقول الإنسان بيتعلم قد ما بيطلع بالشخص الآخر بصير يشبهه، قد ما بيسمع كلمات بصير باللاوعي بتحفر حيل، وقد ما بقرأ بكلمة الله هالكلمة تعكس علي فعلا من عند الله. لكن طبعا في حصة لإرادتي لوعي اللي بدنا كمان أنا أعمله، بس هالكلمة إلا أكيد تأثير بلاوعي على وعي اللي أنا كمان. ماربولوس بيقول له لتلميذه تيموتاوس برسالته الثانية بالفصل 3 بيقول له واظب على قراءة الكتب المقدسة، هي قادرة أن تجعلك حكيما فتبلغ الخلاص بيسوع المسيح. كل ما كتب هو من وحي الله،
يفيد في التعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر ليكون رجل الله كاملا معدا لكل عمل صالح. فإذن هيدا الكتاب بفيدنا بكل هالأشياء. كيف بدنا نقرأ الكتاب المقدس؟ في قراءة هيدي بعطوها المعلمين الروحيين اللي بنسميها نحن اللكسيو ديفينا، القراءة الإلهية أو الربانية، بيرجع بعالجها البابا بنديكتوس بالإرشاد الرسولي كلمة الله. هني أربع مراحل، هو بضيف مرحلة خامسة وأنا اليوم بدي أضيف مرحلة سادسة كمان نستفيد من الدنيا هيك. بيقول أول مرحلة هي قراءة لكسيو، بدي أقعد أقرأ النص، ما فين اتكلي مدري شو سمعت، بدي حط النص قدامي، بدي أقرأ هالنص، بدي أقول شو بده يقول هالنص بحد ذاته. هيدي هالقراءة الفاعلة والإلى ذات هدف هادفي. بدي أسأل هيدا، قريت أنا نص الابن الشاطر، بدي أفهم مزبوط هالمثل اللي عطيه مسيح، بدي أسأل حالي شو بده يقول هالمثل بحد ذاته. هاي أول مرحلة بدها تصير قراءة أكتيف واعية وهادفة. تاني مرحلة بسميها ميديتاسيو، التفكير. أنا قريت هالنص، سألت حالي، اكتشفت شو بيقول النص بحد ذاته، بدي هلا أقول شو بيقول النص لإلي أنا. هيدا النص اللي أنا قريته، هالابن نص الابن الشاطر الابن الضال أبو الرحوم ما بدنا نسميه. طيب أنا شو مقابل هالنص؟ وين في شيء دق فيي؟ وين في شيء بهالنص بيعني لي، بيقول لي أنا شو لازم أتصرف، شو لازم أعمل، شو في شيء بهذا النص بيخاطبني؟ تالت مرحلة أوراسيو، الصلاة. أنا اللي هالنص لمسني، شو بقول له جواب من عندي لربنا؟ بسبح ربنا، بتوسل لالله، بطلب منه، بشكر ربنا، بطلب الغفران. هيدا هالتفاعلي انا مع النص بده يخلق عندي عاطفه صلاه معينه انا عيشها مع من خلال هالنص مع الله. رابع مرحله كونتمبلاسيو، التامل او المشاهده. هون بيقول البابا، بيسأل سؤال، بيقول أي اهتداء للروح والقلب والحياة يتطلب من الرب؟ أي اهتداء؟ أنا هلأ عم بلشت شاهد بهالنص، فإذن هيدي المشاهدة عم بدها تفعل على قلبي وروحي وحياتي وإرادتي، شو بيتطلب هالروح والقلب والحياة مني أنا؟ وهون مش نك بيصال البابا بنديكتوس على المرحلة الخامسة يلي بيسميها أكسيو، العمل. هيدا النص فإذا لازم يدعيني إلى العمل، لازم يحرك فيي شيء. ساعتها أنا بدي أسأل حالي، مش هيك قال له ربنا ليسوع مثل وتعطانا الرجل السامري الصالح يلي مرق وساعد، قال له روح أنت وعمل هيك. هون هالشي اللي أنا حركني بهالتأمل، اللي خطبني بحياتي، اللي خليني اتفاعل مع، هلأ بدي روح أعمل شو تفاعل فيي أنا من نداء الرب، بدي روح أعطي ذاتي للآخرين في المحبة يلي أخدها مني الرب. أنا المرحلة السادسة اللي بدي ضيفها أو بتكون قبل وسعد بنا في نحطها، بدي سميها إيدانتيفيكاسيو، تشبه بالمسيح. بدي أنا اللي عم بتأمل، عم بسأل النص شو قال لي، عم بسأل شو جوابي، بدي كمان فكر قديش عم بشبه أنا بردات فعلي، بتفكيري، بأقوالي يسوع المسيح. مربولس بإن لك ليكن فيكم من الأفكار ما في المسيح يسوع ومن الأقوال ما في المسيح يسوع. هون بدي أعمل هالتشبه هالتماهي بيسوع المسيح. بهالطريقة بنستفيد من كلمة الله. نعم، والمسيح اليوم بنعرف من أعماله، يعني اليوم طبعا. هذا شاهد طبعا. على كلمة الله من خلال من كل تصرف عمله مع طالب. نعم نعم، بدي استنتج من هودي وقول أولا المسيحي بيولد من كلمة الله. مربولس بيقلنا برسالة غلاطيا، يا بني الذين أتمخض فيهم حتى
حتى يتصور فيهم يسوع المسيح كاملا. وبرسالة كورنثوس الأولى بالفصل 4 بيقلنا قد يكون لكم ألاف الحراس لكن ما عندكم ألاف الأباء، عندكم بي واحد وأنا الذي ولدكم بالإنجيل. هالكلمة بتولدنا نحن، بنصير نحن أبناء الله وبنولد من خلال هالكلمة أبناء لله. تاني استنتاج بدي أخده كمان من مربوروس برسالة تسالونيك الأولى بالفصل 2، بيقلنا مطرح بيقول ليس وعظنا عن مكر ولا عن ضلال، إنما هو كلام من ائتمنهم الله على الإنجيل. بعرف إنه الناس اليوم بكلمة ائتمان صار يشكوا كتير مع اللي صار بالبنوك، لكن الله تمنى على كلمته. يعني أنا اللي عندي هالكنز الكبير كلمة الله، الله تمنى عليه أنا أعلن هالكلمة. تالت استنتاج بدي أقوله المؤمن المسيحي لا يبدل كلام الله بكلام الناس، كلام البشر. برسالة غلاطيا مربولوس بيقول لهم ثلاث مرات لأهل غلاطيا يا أهل غلاطيا الأغبياء، مش هيني واحد يقول ويكتب، بيقول لهم لأنه كنتوا بلشتوا تعبدوا الخالق رجعتوا على المخلوقات، كنتوا بلشتوا تعيشوا حسب الروح رجعتوا على الجسد، كنتوا بلشتوا تأمنوا بالبشارة بالإنجيل رجعتوا مشيتوا وراء كلام بشري. لا يخدعنكم أحد بأي كلام مموه بإنا، حتى عن كلام الفلسفة بيقولك. فإذن المؤمن لا يبدل كلمة الله بكلام آخر. نحن مشاك بكمان إنجيل يوحنا بالفصل 6 لما يسوع طعم الجموع رجع عمل خطابه الشهير أن الخبز الذي نزل من السماء يأكل منه الإنسان فلا يموت، لا تعملوا للقوت الفاني بل للقوت الباقي للحياة الأبدية. صاروا اليهود يتزمروا ويقولوا مش هيدا ابن يوسف النجار، شو بيقلنا أنا الخبز الذي نزل من السماء؟ سمعوا التلاميذ اجوا لعند يسوع قالوا له هيدا كلام عصير، انه شو عم بتقولون انت للناس مزعوجين منك؟ قالوا يسوع انتو كمان هيدا الكلام زعجكن؟ وقتا اذا بدكن فيكن تروحوا. كان جواب بطرس ربي إلى من نذهب وعندك كلام الحياة الأبدية. مش هيك، ما بنبدل كلمة الله بغير كلمة. ورابعا بدي أقول المسيحي بيقول أعمال الرسل عن مربولوس وقف نفسه على نشر كلمة الله. بيقول لما اجوا سيلا وتيموتاوس ساعدوه هو وقف نفسه، يعني صار بكرس حاله ندر حاله لينشر كلمة الله. والمسيحي هيدي مسؤوليته ينشر كلمة الله. أخيرا خلينا نعطي تحديد، المسيحي هو إنجيل حي. نحن بلشنا قلنا نحن منا أهل كتاب، منا أهل ورق. مربولوس بكورنثوس الثاني بيقول رسالتنا لم تكتب بالحبر وعلى ألواح من حجر بل كتبت من لحم ودم. فإذا كل واحد منا هو هالإنجيل يلي بحياته بتعكس. مش مهم يبقى لنا إنجيل ورق أو إلكترونيك، مهم هالإنجيل صار موجود بعروقنا وبفكرنا وبقلبنا وبمنطقنا وبفي أنا الإنسان. أنا الإنسان المسيحي إنجيل حي. إن شاء الله نكون على قد هالأمانة اللي نوضعت بين إيدينا ونحيا بكلمة الله وحده. أنا بدي أشكرك أبونا مالك بوطانوس على حضورك معنا، دايما منغتني وهيك ما منشبع من كلمة الله.